مؤخرا الناس لو كيلاحظوا انا وهنا ولينا كنخلفوا في ليكولور، هذه بداية مشرفة هي جديدة بالنسبة لنا، لكن ممكن مع الوقت نغيروا حتى لي موديل. هو الحاجة اللي ما بقاش غريبة على المغاربة أنه صفاء عندنا أتولي قارين تصميم الأزياء، والتصميم والأزياء ولا مود جزء لا يتجزأ من حياتي اليومية أنا وصفاء. فمن عيطوا لي المنظمين يعني قلت هذه فرصة، يعني نقدر نكون فالو راجوتي، ممكن تكون إضافة ونحاول نساعد اللجنة ونساعد المنظمين في اختيار الموديل إن شاء الله اللي تكون عندها المقومات تقريبا كاملة. ففرحاني لأنه أصلا عجبني لأنه كاين كونتاكت مع الجمهور ديريكت، حنا في لاكار كازا بور والناس سافرين شي غادي رباط شي جاي، دونك هذاك الكونتاكت كيعجبني أنا، ففرحانة أنه حاجة جديدة وزوينة. هاد لي فيست وي، ولكن تشيلا وهاد تشيلا لي فيست وي انا وهنا خدمناهم بالمبره وي. خاصني ما نغنيش عامين باش ممكن نتفرغ المكازان والمشروع الثاني اللي هو مشروع تسويق ازياء بسميتنا. هو نقدر نقول 50% ولا 60% ديالو كامل، حتى المكازان الحمد لله عندي، لكن انا وصفاء عندنا. لكن كنقدر نقول انا صفاء شويه كسولات في هذا الموضوع. كنتمنى 2018 يكون خير، وجه خير علينا يعني.